مشاهدي قناتنا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدجاج اللي جاي تشوفونه أمامكم هذا اسمه دجاج الوايندوت، دجاج الوايندوت، وهو أمريكي. ويتوافر هذا النوع من الدجاج بألوان مختلفة كالأزرق والذهبي والفضي، حيث تعد هذه السلالات ثنائية الغرض. ومعنى ثنائية الغرض يعني تستخدم للحم وللبيض. والدجاجة تضع حوالي 200 بيضة سنوياً، وأربع بيضات تقريباً أربع بيضات أسبوعياً. ويصل وزن الدجاجة حوالي تقريباً 3 كيلوات، 3 كيلوات وزن الدجاجة. ومثل ما تشوفون عنده عرف يشبه الوردة الصغيرة. والدجاج هذا النوع من الدجاج يقاوم الصقيع يعني البرد الشديد في فصل الشتاء، وكذلك عنده مقاومة للصيف. والدجاج عنده ريش كثيف مثل ما تشوفونه يغطي معظم الجسم، يغطي الجسم بأكمله. وريش دجاج الوايندوت يأتي بألوان وأشكال مدهشة وأنماط مختلفة. يعني هسا احنا توفرنا هذا النوع، بس هو اكو أنواع كلش حلوة وتتمتع بمظهرها الجذاب. يعني هذا النوع من الدجاج خصوصا عندما يأتي بمجموعات تشبه سير القطيع، وكأنما تقدم استعراض. وهذا النوع من الدجاج يكون هادئ ويكون ودود، لكنه أحيانا يميل إلى النزاع مع الدجاج الآخر، خصوصا إذا كان المكان ضيق يعني مو كافي لإطعامهم معا. ويضع الدجاج حوالي مثل ما قلنا أربع بيضات من اللون البني الفاتح بالأسبوع، وحجم البيضة أكبر قليلا من دجاجنا دجاج العرب اللي احنا بالعراق نسميه دجاج العرب. وهذا النوع تم تهجينه بالولايات المتحدة، تدرون يعني أجناس فزاوجوا أجناس مختلفة بالقرن التاسع عشر أواخر القرن التاسع عشر، سووا أبحاث وزاوجوا أنواع مختلفة، وطلع هذا النوع بهدف إنتاج دجاج ثنائي الغرض، بهدف إنتاج دجاج ثنائي الغرض، هم يستخدم للبيض أو يستخدم للحم. إن شاء الله متابعة مفيدة ونافعة، ومدعين برعاية الله.